مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج وش رايكم. نزلنا للشارع اليوم كي نرصد اراء المواطنين حول قضيه ممارسه البنات لرياضه الفنون القتاليه. بالنسبه لي يعني سورتو في الوقت الحاضر تاعنا هذا، مليح للطفل انها تمارس نوع من انواع الرياضات القتاليه، خاصه للدفاع عن نفسها، باسكو كيما رانا نشوفوا باللي الاولاد تاع الوقت هذا يتعرضوا بزاف للبنات. سما طفلة الفو تدافع على نفسها بأي طريقة، ومن المستحسن أنها تمارس أي نوع من أنواع الرياضات. الفنون القتالية يا أختي بصفة عامة مليحة للرجال، تسمى كما نقولوا الفنون القتالية يعلم الإنسان كما نقولوا الدفاع عن النفس، والمرأة يعني هي تحتاج تدافع على نفسها بصح ماشي كما الراجل. أنا نشوف باللي المرأة تقدر تمارس هذه الفنون القتالية في الصغر، تسمى كي تكون صغيره، بصح لو فات لانها تسمى تكبر راح يكون عندها التزامات تاع البيت وتاع المنزل والاطفال، تولي ما عندهاش الوقت باش دير هذه الفنون القتاليه، لانه كاين رياضات اخرى تقدر المراه تمارسهم وتنحي كيما نقولوا الطاقه السلبيه اللي فيها بلا الفنون القتاليه. انا نشوف بلي المراه تقدر تمارس الفنون القتاليه ولا الطفله كيما نقولوا كي تكون صغيره، تسمى تتعلم لا ديسيبلين كيما نقولوا، تهز منها لا ديسيبلين برك، هي كيما نقولوا التأديب. من بعد لو فات لانها تكبر راح تكون عندها حياه اخرى، يبان لي تتفرغ كيما نقولوا الرياضه اخرى تاع كيما الفيتناس والجيم وكيما نقولوا العدو ولا المشي السريع ولا شكون. هي رياضه مليحه يقدروا يديفونديو بها على روحهم مثلا برا، باسكو دوك الشارع ولا ما يرحمش بزاف سيرتو يا البنات. تسمى كي مثلا يجي واحد يديرونجيها لايك، تسمى تقدر ديفونديو بها على روحها. لا ثاني مثلا الكور تاعها باش يكون باش تكون مرتاحه، فما لاباس في الكور تاعها لازم دير سبور. شغل كيما قلت لك الخطار الاولى، وثاني مثلا باش يكون عندها دعم واحد اخر ابار القرايه تاعها، باسكو مثلا كيما تكونش مثلا نقول ما نجحش في القرايه تاعها تنجح في الكوتي سبور، تحل بعدا صار مثلا تولي حتى هي كوتش وتجيب منها الدخل تاعها. يعني مليحه في نفس الوقت وميس مليحه، مليح عليهم الجسد تاعهم الرياضه من هكا تعرفي، وماهيش مليحه يعني هكا كي ما يديروش الخمار و وكا حوايج. هي هذه كذا حاجه مليحه عليهم، ثاني كي يتعرضوا تحرشات يقدروا يدافعوا على رواحهم، وثاني ماهيش مليحه في نفس الوقت قاعد يتدربوا مع الاولاد ما يديروش خمارات. انا نشوف انه هذه الرياضه هي عباره على دفاع النفس من نظرتي الخاصه، وماذا بيا اسمع البنات كل يتعلموها، بس كرانا في وقت شوية صعيب ومنا هي لازم الواحد يدافع على روحه. بالنسبة لي بحسن هذا هو الهدف الوحيد من ممارسة الرياضة هذا، وترفع على النفس شوية هي من ناحية أخرى. بالنسبة للبنات هي حاجة عادي كما نقوله، فهمتي؟ بصح في إطار كانت محظورة كما كنت تقولي لي، كانت محظورة دركا بانت بصفة عامة تسمى بزاف دركا، هي حاجة عادي رياضة. سبب تما كي يحب حبوها تما دركا كل واحد يشعل الرياضة اللي يحبها حبوها، وما وش تقولي الهدف منها ما عندها تبلي. بالنسبة لي ما عندها حتى هدف للطفلة، ما عندها حتى هدف، بس بالنسبة للراجل يبين عنده هدف، تسمى الراجل زي عن المرأة. ممارستهم حاجة مليحة يعني تخلي تمكنهم يدافعوا على أرواحهم، معليش أنا يا مثلا تعرضوا كش مع حاجة للاعتداءات ولا أي حاجة هكا. ثاني حاجة تقوي لهم البنية تاع جسمهم وتمكنهم يديروا حوايج هكا مليحه يعني في المجتمع، قد يساعدوا